لكن بعظمة لسانه في كلام كتير مهم، خاصة ما يتعلق بعلاقات الأندية مع بعضها وتأثير الإعلام في السياق ده. فجأة بعد مباراة الزمالك والجونة نبرة توتر سادت بالذات تجاه لعيبة الأهلي المعارين للجونة، وسمعنا اتهامات لأحمد ياسر ريان واتهامات لأكتر من لاعب. دخل الكابتن أحمد حسام ميدو في برنامجه في قناة النهار على خط ما عرف بالأزمة، واحنا هنشوف مع المهندس عادل هي أزمة ولا مش أزمة، هل في أزمة كراهية فعلا؟ نسمع ميدو. لكن خليني أقول لكم الحقيقة، إن الجونة استطاع في وقت قصير جدا إنه يكسب كراهية جمهور الزمالك، ودي الحقيقة. وعفيفي معايا النهارده من جمهور الزمالك، مش عارف يأكد على الكلام بتاعي ده ولا يقول كلام تاني، لكن النهارده لو سألت أي واحد من جمهور الزمالك هل تتمنى هبوط الجونة إلى الدرجة التانية؟ هيقول لك أتمنى ونص. إيه اللي حصل؟ مش عارف. هل ردود فعل في وقت من الأوقات؟ هل إن في عدد لعيبة كتير من الأهلي موجودين في الجونة؟ مش عارف إيه اللي حصل، لكن دي حقيقة.